نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع الأكائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. وهذا كله كما أخبر غير واحد من الأئمة في قديم الزمان إلى يومنا هذا، ابن تيمية رحمه الله ومن قبله ناس قالوا ما رأينا أن دولة خرج عليها أصحابها إلا وقعوا في شر مما كانوا يريدون إزالته، كانوا يريدون إزالته وقعوا في أشر منه، فهذا هو لا شك فيه، فيه فساد الدين، فيكون المسلمين غير آمنين في دينهم وفي دنياهم أيضا إذا لم يكن الأمن. ولذلك قال الله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فمهما كان الناس في رفاهية وفي وكثرة العيش ووفرة الأموال، لكن ما ذلك إذا لم يكونوا في أمن فلا شك أنهم يكونون في ضيق وفي حرج وفي ضرر كثير جدا، فيفسد دينهم ودنياهم في هذا العالم. يجب على الناس والذين يثيرون من المفكرين، ليسوا في الحقيقة هؤلاء علماء السنة الذين أثاروا في اليمن، أثاروا في مصر، ونحن نسمع كأن أصواتهم ترن ويقول اخرجوا على هذا الظالم، ويقولون إن الخروج لا يجوز، إن كان فتنة هذه فأنا داخل في هذه الفتنة. وسجر النار واشتعلت الدنيا كلها، ثم ذهب إلى مغارته وجالس هناك بأهله، وربما أهله يدرسون في لندن وأمريكا وغيرهم وغيرهم. هذا واقع الأمر، نحن نعرف هذا، يعني ليس غائب أن حالة أولئك، نعم هذا وارد بالفعل. فالمسألة في الحقيقة كأنهم يسجرون نار الفتنة، فسوف يتحملون وزر هؤلاء جميعا. هذه معروفة لديكم، تعرفون أيضا كذلك في اليمن الذين قاموا كانوا ينادون وقام وقال كلها لا يخفى الأمر أن الخروج لم يأتي بخير في بلد من البلاد. نعم.